اجتماع بين مؤسسة المعارضة الديمقراطية ومجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية بحضور نقيب المحامين الموريتانيين بهدف تبادل الآراء حول قضايا حقوق الإنسان والوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي. زعيم مؤسسة المعارضة قال إن اللقاء يأتي في إطار لقاءات ومشاورات تعقدها المؤسسة كجزء من برنامجها. الحلقة اليوم مع الحقوقيين، وهذه مجموعة مهمة وأساسية في بلدنا في تنمية ديمقراطيته وحرياته وحقوق الإنسان فيه. ظاهر أن في المؤسسة عن ذا اللي فات فتنا وصلنا له من الديمقراطية ومن حقوق الإنسان، عن هذه الفئة عندها فيها دور أساسي، وذا اللي مازال قال لنا وياسر تعلق عليها فيهم اللي آمال كبيرة. مؤسسة المعارضة أصدرت بيانا في نهاية الاجتماع انتقدت فيه التقصير الحكومي وما أسمته غياب استراتيجية شاملة لترقية حقوق الإنسان وإنصاف الطبقات الهشة. وأشادت مؤسسة المعارضة بالدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية الموريتانية، مشددة الدعوة لإطلاق سراح الحقوقيين المعتقلين في ألاج وبذل كافة الجهود اللازمة لإطلاق سراح المعتقلين الموريتانيين في غوانتانامو. تحرك مؤسسة المعارضة في اتجاه الملف الحقوقي يأتي في الوقت الذي تشهد فيه موريتانيا العديد من التجاذبات تتعلق بتسوية ملف الإرث الإنساني والقضاء على بقايا العبودية وآثارها، فضلا عن المطالب الحقوقية المتعلقة بتحسين ظروف السجون وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسة السجنية. وتحاول مؤسسة المعارضة أن تبذل جهدا في مثل هذه الملفات علها تنجح في تعزيز دور المعارضة حقوقيا ومجتمعيا بعيدا عن الملف السياسي المليء بالتحديات والألغام.